الصحة والجمال لون جديد للحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة وبرنامجكم الهادف والجريء، أسئلة محرجة على شاشة قناتنا الجميلة قناة الصحة والجمال، الراعي الرسمي للإعلام الراقي والهادف في مصر والشرق الأوسط. كل سنة وحضراتكم طيبين. يومين بالظبط إن شاء الله وشهر رجب هيظلنا بظلاله الكريمة. بذكر نفسي الأول وبذكر حضراتكم إن شهر رجب وشهر شعبان الفضائل يعني او فضل ربنا سبحانه وتعالى بيبقى فيه كبير جدا، يعني مش لازم نستنى شهر رمضان، بس نبدا مع بعض نعد عد تنازلي 60 يوم ويبدا الشهر الكريم. كل سنه وحضراتكم طيب. حلقه جديده وموضوع جديد يا رب يعجب حضراتكم. هنتكلم النهارده عن الجماع اثناء الحمل، موضوع هام جدير بالمتابعه، وضيف كريم جدير بكل ترحاب وتقدير، استاذنا دكتور محمد محمود الشربيني، استاذ مساعد امراض النساء والتوليد جامعه عين شمس. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا دكتور، مشرفنا يا فندم. النهارده دكتور الموضوع مهم جدا، يعني موضوع الحمل خصوصا لما بيكون حد ربنا رزقه بحمل بعد فتره مثلا تاخر او بعد فتره علاج او واتيفر، فبيبقى الموضوع بالنسبه له بيحاول ان هو يحافظ عليه بقدر الاستطاعه. صحيح. وفي نفس الوقت موضوع الجماع او الرغبة الجنسية دي لا يمكن ان نغفلها، ده حاجة طبيعية، حاجة طبيعية وشهوة، ودي حاجة يعني مزروعة جوانا ومحدش يقدر يغفلها ولازم نديها قدرها من الاهتمام. ده صحيح. فازاي ان احنا بوجه عام الاول نتكلم ازاي نوازن ما بين الحاجتين المهمتين قوي، وامتى نفضل حاجة عن حاجة؟ حضرتك بقى يعني كلمنا بنوع من التفصيل العلمي المعهود على حضرتك. يسعدني ويشرفني. اتفضل يا فندم. بداية طبعا خلينا نقول ان الجماع زي ما حضرتك وصفته هو حاجة فيزيولوجية طبيعية المفروض انها بتتم بشكل منتظم ما بين الزوجين، وهي الاساس من اسس الاستقرار والحياة الطبيعية ما بين اي زوج وزوجة. يستمر ويظل هذه القيمة أثناء الحمل وقبله وبعده. لكن الحمل زي ما حضرتك تفضلت في بداية الطرح له خصوصية في إجماله، وله خصوصية إضافية بتزيد في بعض الحالات الطبية اللي ممكن تكون بتتأثر سلبا بعملية الجماع نفسه أو بنتاج هذا الجماع. فلو احنا بصينا للقاعدة العريضة من الناس الحوامل، من الطبيعي جدا ان يحصل الجماع بشكل طبيعي وبشكل منتظم كما هو معتاد في قبل الحمل. قبل الحمل ده في الحمل الطبيعي، ده في الحمل الطبيعي، ولا يصح ان هو يتأثر الحمل بفكر او بقيود فكرة ان الحمل او الحامل دي هتبقى عرضة اكتر لمشاكل لو حصل الجماع وما الى ذلك، لا ده غير صحيح. لكن يظل من المهم جدا ان احنا نضع في الاعتبار ان بعض الحالات اللي زي ما حضرتك مثلا اشرت لي اللي كان ليها سابق تجارب في انها توصل انها يحصل الحمل نتيجة لتأخر في الحمل او نتيجة انها احتاجت لعلاج لفترة لغاية لما يحصل هذا الحمل، ده اللي هو كان عندها تأخر في الانجاب او ما كان يطلق عليه العقم، لان لفظ العقم اللي اصبح خلاص اتكنسل بقينا بنقول تأخر في الحمل. بالظبط. العقم خلينا نقول بسرعة كده في ثلاث عوامل اللي ممكن انه يحصل عندها ويسمى عقم وما عدا ذلك هو تأخر انجاب. عدم وجود حيوانات منويه في السائل المنوي للزوج، او عدم وجود بويضات، او الاخيره اللي هي فيها التباس بعض الشيء اللي هو عدم وجود رحم. الثلاثه دولت لو استثناء عملنا لهم استثناء دي يا دكتور بعد اذن حضرتك اللي هو فيها استحاله للحمل والانجاب، للحمل ايا كانت. طب ليه حضرتك جيت عند الرحم وقلت فيها كلام؟ علشان يعني بعض ال هل ما فيش رحم ممكن يتحط بعض يعني الجهات او الهيئات الدينيه المتخصصه، من غير ما نخش في المجال ده لانه مش مجال حديثنا،
كان في بعض الاراء اللي كانت بتوبيح او بتشايفة ان في اجازه لفكره الرحم البديل او ما يطلق عليه زرع رحم من انثى تانية يعني ولا رحم خارجي، لكن الاستعانه برحم لانثى اخرى لفتره محدده اللي هي فتره الحمل فقط لا غير. و يعني من سيده لسيده اخرى. صحيح. تمام. لكن يعني خلينا ما نستطردش كتير في الموضوع ده، لكن تعليقا على كلمه عقم، ان العقم كتعريف ينحصر فقط في الثلاث نقاط اللي ذكرناه، ما عدا ذلك هو تاخر انجاب. جميل. رجعنا لموضوعنا الاساسي. في حاله لما يكون في تاخر انجاب وبعدين حصل الحمل ده، الحمل ده اصبح حاجه بالنسبه للزوجين حاجه عزيزه يعني منتظرينها بفارغ الصبر. فبالتالي لابد من الحرص الشديد. والحرص ده ينطبق على الحمل اجمالا، لكن الخصوصيه تزيد قوي 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 في اول 3 شهور. جميل. لان اول 3 شهور دي اللي لسه الحمل ما استقرش فيها، لسه المشيمه ما وصلتش للنضوج والكفاءه بتاعتها انها تقدر انها نطلق عليها انها مشيمة اصبحت ناضجة واصبحت كفء انها يستكمل الحمل مستندا اليها. فبالتالي ندي فرصة ان الحمل يثبت في الفترة اللي هي بتاعت اول 3 شهور. مش هنقول ان احنا نمتنع عن الجماع، لكن لازم ان هو يحصل له سبيسنج او يتساب على مسافات متوسطه، نغير شويه في التوقيتات. صحيح. يعني يعني نريح، يعني ندي شويه فرصه للامور تثبت وتستقر. مظبوط. طب ليه يا دكتور، معلش انا اسف ان انا يعني وقفت حضرتك، دايما اول 3 شهور في الحمل فيرست تريمستر ده بيبقى حواليه دايرتين حمر وتحتيه 4 خطوط حمراء وفي لمبه حمراء بتنور جنبه، يعني اول 11 اسبوع تحديدا يعني. لان الوقت ده هو اللي لسه الجنين معتمد على هرمون مهم جدا اللي هو هرمون البروجسترون. هرمون البروجسترون بيطلع في الاول من الجسم الاصفر اللي هو بيبقى موجود على سطح المبيض في بداية الحمل، لحين ما المشيمة تصل إلى النضوج الكافي اللي تبقى كفء إنها تتولى هذه المهمة. الكلام ده بيبقى عند الأسبوع 10 أو 11 اللي هو تقريبا في النص الثاني من الشهر الثاني. فللتبسيط على الناس، إحنا بنقول أول 3 شهور دولت أكتر 3 شهور الحمل فيهم لسه غير مستقر. لو عدينا الثلاث شهور أو اللي هو طبيا بشكل دقيق أو 11 أسبوع، احتمالية استمرار الحمل ووصوله إلى أن هو ينتج عنه ولادة وتيك هوم بيبي، يعني بيبي يتاخد للبيت، بتوصل لأكثر من 75%. بتبقى جذور الجنين بقى تشعبت بيبقى المشيمة ثبتت في مكانها، أصبحت خلاص بتأدي وظيفتها بشكل كامل، وأصبح الغذاء والأكسجين بيوصل للجنين بشكل سليم. وعدينا مرحلة اللي هي الامبريوجينيسيس اللي هي تكوين الأجهزة الأساسية للجسم. بعد الفترة دي بيبتدي بقى الأجهزة دي خلاص اتكونت، بتبتدي تتطور لمرحلة النضوج، انها توصل لمرحلة النضوج كل حسب المدى الزمني المحدد ليه. جميل. النضوج اللي هي يعني حضرتك يعني تقصد ان في الاول تكوين، نكون بالزبط. جهاز دوري، جهاز هضمي، جهاز بعد كده بقى النضوج، الجهاز بقى يبقى انضج بقى واحسن وكفاءته احسن واشتغل احسن بالظبط، بحيث ان هو يوصل للمرحله اللي تسمح له ان هو يعمل بالكفاءه اللي هي خارج الرحم. جميل جدا الولادة. ربنا يبارك في حضرتك. الله يبارك. طيب بوجه عام، ولا هي حالات خاصه على حده في اول 3 شهور في حالات معينه لازم يكون في جدول من الطبيب بيأمر يعني او بينستركت فيه الزوجين، كل حاله ليها جدول معين ولا هي ارشادات عامه؟ هي ارشادات عامه بالذات في الحالات الخاصه اللي احنا حددناها، اللي هي خلينا نذكرها بالتحديد اكثر. فضل. النهارده طبعا لو كان حصل ان الحمل حصل بعد فتره من محاولات الوصول للحمل او الانجاب اللي هي نتيجه لتاخر الانجاب، او لو كان في اسباب تصل بينا ان يكون في حاجه اسمها اجهاض منذر اللي هي قابلية أعلى لحدوث إجهاض في أول 3 شهور من الحمل، أو الناس اللي برضو كان من تاريخهم المرضي أو تاريخ الحمل السابق إن هما بيحصل لهم ولادة مبكرة، أو عندهم الأسباب اللي قد تؤدي إلى حدوث ولادة مبكرة. أيا من هذه الأسباب لو كانت موجودة تستوجب إن احنا يكون عندنا حذر شديد، مش بس في أول 3 شهور لكن بعدها أسباب الولادة المبكرة.
او الاسباب اللي هي يعني هم بيقولوا ايه بريسيبيتد ليبر، يعني اللي هي بتنزل البري تيرم ليبر. بري تيرم ليبر ايه بقى سريعا كده؟ البري تيرم ليبر اهم سبب ليه هو ايديوباثيك، ان هو غير معلوم تحديدا بشكل دقيق سببه ايه، لكن الاكثر شيوعا دون ذلك هو اسباب تتعلق بالاصابه بتلوث يحصل في اول الحمل، لان التلوث ده بالميكروبات اللي بتوصل لداخل الرحم بتستثير المستجيبات اللي موجوده داخل الرحم بحيث انها تؤدي لانقباض الرحم في توقيت سابق على الميعاد المفروض. طيب انا هستاذن حضرتك دكتورنا الجميل دكتور محمد محمود الشربيني، استاذه ايمان من الجيزه عايزه تسال حضرتك سؤال، هي مصره يعني. اتفضلي يا استاذه ايمان. اتفضلي يا فندم. الو اتفضلي. ممكن لو سمحت اسال الدكتور؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي يا فندم. دكتور بعد اذنك، انا باخد حقنه منع الحمل اللي هي الشهريه. اهلا يا ايمان. بقالي 5 سنين. تمام. 5 سنين؟ بقالي 5 سنين. اوكي. فانا وقفتها فروحت عشان احمل يعني وكده، فبقى لي دلوقتي 2 سنين موقفين. فالدكتور قال لي انتي عندك بطانه، مفيش بطانه للرحم، فمش هينفع ان احنا ناخد علاج لما نبني بطانه للرحم. فبنبني بطانه للرحم مفيش، ما بتبنيش يعني، ما بتديش نتيجه مجزيه يعني. تمام. وعندي الم في اسفل بطني. طب اديني فرصه اسالك يا ايمان بس قبل ما تتطرقي لاعراض تاني، انت سنك كام سنه؟ معلش حضرتك انا مش سامع صوت كويس. سنك عندك كام سنه؟ سني عندي 29. 29 سنه. تمام. طيب اتفضلي كملي. بس عندي وجع اسفل بطني كتير قوي، بيبقى موجود اثناء الجماع. ما فيش حمل حصل، بقالي 2 سنين اهو مفيش حمل. هل ده من اعراض الحقنه؟ قبل السنتين دولت كان في كنت حصل حمل وولاده ولا ما حصلش؟ يعني انت معاكي ما شاء الله اولاد قبل كده؟ طفلين. معاكي طفلين. طيب وبعد كده اخدتي الحقنه من بعد الولاده الثانيه مش كده؟ بعد الولاده الثانيه مباشره. قعدت 5 سنين. 5 سنوات. 5 سنوات دون انقطاع بتاخدي الحقنه اللي هي كل شهر. ما قطعتهاش خالص، حتى لما الدوره ما كانتش بتيجي قالوا لي مش مشكله، ده من اعراض الحقنه. تمام. انا كنت مرتاحه لها لاني ما بنساهاش وكده، ومرتاحه لها يعني لان الطفلين توأم. ودلوقتي وقفتيها بقالك قد ايه؟ وقفتها بقالي 2 سنين. بقالك 2 سنين، وخلال ال2 سنين دولت ما بيجيلكيش الدوره على الاطلاق، ما شفتيش اي دوره؟ لا ما بيجيليش خالص. اوكي. طيب عملتي اي تحاليل او شفتي الهرمونات بتاعتك؟ عملت تحليل الاف اس اتش والال اتش. طلع الاف اس اتش 2 والال اتش 1.3. تمام. طيب ماشي يا ايمان، هنرد عليك حالا. شكرا لاتصالك مدام ايمان، وان شاء الله يبقى خير. قصه ايه يا دكتور؟ قصه البطانه ما بتتكونش نتيجه لخبطه في الهرمونات؟ ده بشكل اساسي، لكن هو من عيوب الحقن منع الحمل اللي بتتاخد بشكل منتظم لفترات طويله انها ممكن تؤدي فعلا لانقطاع الطمس، او يعني انقطاع التبويض، وبالتالي انقطاع الطمس لفترات ممكن توصل لشهور، واحيانا ممكن توصل لسنه او اكتر، بس فتره 2 سنين الحقيقه زي شويه طويله. يعني هي من المفضل انها تعمل اشعه تلفزيونيه نشوف سمك جدار الرحم ده اخباره ايه بالظبط، وعلى اساس هذا الكلام الطبيب المعالج المفروض ان هو يكتب لها على وصفه من كومبينيشن او عدد من الهرمونات مع بعضها اللي هو الاستروجين والبروجسترون، اللي يرجع تاني يعمل زي دوره صناعيه مثلا لفتره، ثم بعد كده يتابع يشوف التبويض بيتم ولا ما بيتمش. لو التبويض ما بيتمش ممكن انها تحتاج انها تاخد استحساث او ادويه لاستثاره المبيض علشان للتبويض عشان ترجع تاني لفتره يعني عدد من الشهور حسب التجربه وحسب رد الفعل، يرجع التبويض يحصل تاني، ويبقى في ادله على حدوث هذا التبويض عن طريق المتابعه، وان شاء الله بعدها الامور ترجع. انت بناء يا دكتور على نسب الاف اس اتش والال اتش، حضرتك قلت لها تجرب الاول او تبدا بقصه علاج بطانه الرحم بالهرمونات وبعدين نشوف التبويض؟ ده صحيح. هو يعني يجوز ان الاثنين يمشوا مع بعض. يعني ينفع الاثنين؟ ينفع طبعا. بس هي الموضوع هيبقى محتاج التاكد من سمك جدار الرحم فعلا اخباره ايه، ثم يبقى يجب عليها الاول تعمل موجات فوق صوتيه. تمام. دي حضرتك بتاكد عليها. مظبوط. وبعد كده نشوف البروتوكول اللي هنمشي عليه، بروتوكول علاجي. يجوز نمشي في احد الخطين بطانه الرحم او التبويض او الاثنين مع بعض. صحيح.
جميل جميل، ربنا يبارك في حضرتك. بس هو ان شاء الله الموضوع مطمئن يعني؟ لا ما فيش مشكله. لا هل لقدر الله تعالى، لقدر الله تعالى، ده السؤال اكيد اللي بيدور في ذهن مدام ايمان، هل ممكن الحقن دي تؤدي الى حكم والعياذ بالله؟ احنا اتفقنا على العقم اسباب ايه؟ لا في الحاله دي لا في الحاله دي هتقول مثلا ان الرحم هيبقى لا قدر الله تعالى، لا قدر الله تعالى، كانه مش موجود وظيفيا. لا نادر ان ده يحصل. هو طبعا الحقن اللي هي بتتاخد بشكل منتظم لمنع الحمل خصوصا لما بتتاخد لفتره طويله فعلا ممكن انها تاثر تاثير انها تاخر حدوث التبويض بعد ذلك لمدد ممكن تبقى من 6 شهور او اكتر توصل. بس حضرتك قلت لا سنتين كتير. سنتين نسبيا كتير. ممكن تكون العامل النفسي يا دكتور ياثر في حاجه زي كده يخليها نفسيا متوتره، ممكن يسبب التوتر بصفه عامه ياثر جدا جدا في قصة الحمل والإنجاب في 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 فيزيولوجيا الجسم بالكامل، وطبعا بيأثر على انتظام التبويض وانتظام الدورة الشهرية. جميل. ده أكيد. جميل. لكن في الحالة دي تحديدا لازم نتمن عضويا. لازم نتمن عضويا. تاني سؤال ممكن، معلش أنا آسف يا دكتور بس الموضوع ده مهم جدا. تاني سؤال ممكن نلجأ لقدر الله تعالى برضو لقصة الحقن المجهري والقصص دي؟ لا غالبا مش هتحتاج لكده طالما ان هي سنها 29 سنة الـ FSH، ولو ان ما عادش الـ FSH هو الهرمون اللي بنعتمد عليه او في قياس كفاءة المبيض ومخزون البويضات وقدرة الانجاب من جانب التبويض، يعني اللي هو من اهم العوامل الاساسية. في وسائل اخرى اكثر دقة الحقيقة اللي هو قياس الـ AMH، وده هرمون اللي هو بيبقى بيمثل او بيرمز الى مخزون البويضات بشكل مباشر ودقيق جدا. وده يعني حقيقة اصبح بروتوكول ومتبع عالميا بالذات في دول اوروبا بقاله اكتر من 7-8 سنين. في مصر في سنترز او في يعني مكلف مكلف يا دكتور نسبيا اعلى شويه ككلفه عن بقيه الهرمونات، سعره اعلى شويه. بس ما اعتقدش يعني الحمد لله ان مكلف لدرجه ان هو احنا مش عايز اقول ارقام. لا لا نمشي على البروتوكول القديم اللي هو ممكن يكون اكيد نتائجه اقل يعني. يعني الـ FSH بالذات كهرمون لقياس كفاءة المبيض على التبويض هو قياس غير مباشر وليس قياس لمخزون البويضات وكفاءة البويضات وقدرتها على انها تبقى قابلة للإخصاب. لكن الـ AMH او الـ Anti Mullerian هرمون ده بيقيس مباشرة وبشكل مباشر جدا ودقيق جدا الـ 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 كم البويضات او مخزون البويضات اللي موجود في المبيضين وقدرة البويضات دي يعني بشكل نسبي على انها تكون قابلة للإخصاب. جميل. احنا كنا حضرتك تفضلت وكنا بنتكلم قبل اتصال مدام ايمان على قصة 3 شهور وكنا بنتكلم على موضوع بوجه عام ايه المحاذير وايه الانستراكشنز، وحضرتك تفضلت في قصة بقى بدأت نتكلم في موضوع عدوى ميكروب حاجة كده حضرتك. صحيح. اتفضل. كنت حضرتك بتتطرق لاسباب الولادة المبكرة. احنا قلنا ان عدد الامور او الامور اللي احنا المفروض ناخد بالنا جدا فيها ان احنا ننظم عملية الجماع خصوصا في اول 3 شهور من ضمنها الاجهاض المتكرر، من ضمنها الولادة المبكرة، من ضمنها لو كان في فترة محاولات للانجاب قبل حدوثه في او قبل حدوث الحمل الحالي. فبالتالي لو سلطنا الضوء دلوقتي على الولادة المبكرة من ضمن اشهر اسبابها غير اللي ذكرناه هو ان يكون يحصل تلوث ووصول للميكروبات داخل الرحم اللي هي بتأثر على الرحم بانها بتثير المستجيبات نفسها اللي موجوده في جدار الرحم وبتساعد على افراز البروستاجلاندنز والاكسيتوسين اللي هم هرمون الاكسيتوسين ده الهرمون المسؤول عن انقباض الرحم هو البروستاجلاندنز مع بعض اللي انقباضات اللي هي بتبقى متتاليه وتوصل بالقوه والكثافه بتاعتها انها تؤدي الى اتساع عنق الرحم ووصول لعمليه الولاده نفسها. واضح يا دكتور ان يعني في يعني اتفاق من بره ان هم يتصلوا عند النقطه دي بالظبط. مدام ايناس من المنوفيه، اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتينا. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا مدام ايناس. السلام ورحمه الله. لو سمحت يا دكتور انا والده بقالي 20 يوم ثالث قيصريه. ثالث قيصريه. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك.
معلش ربنا يعوضك. معلش ربنا يعوضك ان شاء الله مدام ايناس. الله يخليك يا دكتور. طيب انا اقدر احمل بعد قد ايه؟ انا سني 37 سنه. تمام. اتحرك القيصريتين اللي قبل كده كان المسافات الزمنيه ما بينهم قد ايه؟ يعني الولاد اعمارهم قد ايه تقدر تقولي لي؟ خمس بينهم وبين بعض سنتين ونص. سنتين ونص. والقيصريه اللي هي المره دي كانت 3 سنين. كانت 3 سنين. طيب سبب الوفاة حضرتك عرفتيه ولا مفيش سبب واضح؟ لا، الحبل السري لف على ذراع الجنين فانقطع. يعني وحصل بعد، يعني حصلت الوفاة بعد الولادة، الجنين اتولد؟ لا، قبل ما ولد بحوالي 10-15 يوم. يعني الوفاة حصلت داخل الرحم. ايوه. اوكي تمام. حضرتك ما عندكيش اي امراض بتاخدي لها علاج بشكل منتظم زي السكر، او ما جالكيش سكر اثناء الحمل؟ لا، كان جالي سكر وضغط حمل المرات. تمام. والمرات السابقه ما كانش فيه الكلام ده؟ لا، المره اللي قبل كده كان سكر حمل بس. يعني حصل قبل كده تكرار لسكر لاصابه بمرض السكر اثناء الحمل؟ بس ما كانش بيعمل يا دكتور، يعني كان. طب اصبري عليا يا ايناس. وكان منتظر. لا اصبري عليا بس ايناس، عشان يعني ربنا يريد ان شاء الله ونفيدك يعني. ان شاء الله. لو سمحتي بس قبل ما تقرري اللي حمله او غير حمل، لازم نقيس السكر ونقيسه قياس دقيق جدا عشان نطمئن ان انت ما عندكيش مرض السكر خارج الحمل. يعني في غير وقت الحمل ممكن يكون عندك مرض السكر وانت مش عارفه. انت وزنك زياده شويه ولا انا بتهيألي؟ ايناس انت معانا ولا مشيت؟ ايوه دكتور. وزنك زياده شويه ولا بتهيألي؟ يعني زيادة شويتين. طيب يعني نصيحتي ان لو سمحتي بس نقيس سكر صايم وبعد ساعتين وتروحي. كملي النصيحة. شكرا لاتصالك يا مدام ايناس وان شاء الله خير، بس اسمعي كلام الدكتور محمد كويس جدا. اتفضل يا فندم. يفضل طبعا انها لازم نطمئن لان ما عندهاش سكر خارج الحمل، اللي هو السكر اللي هو العادي بتاعنا، العادي السكر المرض المزمن اللي هو البول السكري. بالظبط. ليه؟ لان اللي وصفته من وفاه للجنين داخل الرحم هو من اشهر المضاعفات اللي بتحصل نتيجه للاصابه بمرض السكر اثناء الحمل، خصوصا لو كان مرض السكر المستقر اللي هو قائم وموجود قبل الحمل وبعدين تظهر اعراضه بشكل اكثر حدة وضرارة وقسوة، وممكن قول اللي انت عايزه. ينشا كمان سكر الحمل والسكر المزمن موجود ولا بيزيد؟ يعني اقصد السكر المزمن هو نفسه يبقى هو اثناء الحمل يزداد شدته زي ما وصفت بشكل سليم جدا، وتظهر مضاعفاته. ومن اشهر مضاعفاته انه يسبب وفاه مفاجاه وغير مبرره للجنين، لو بالذات لو ما كانش فيه كنترول او كانش فيه تظبيط مجازا تظبيط للسكر بشكل سكر في الدم اثناء الحمل بشكل صح. علشان كده تاني عشان نرجع لمدام ايناس عشان نديها نصيحه ان شاء الله تكون مفيده، لازم نطمئن انها ما عندهاش سكر مزمن زي ما حضرتك وصفت، بانها تعمل القياسات اللي حددناها سكر صايم وسكر بعد ساعتين، وتعمله عند دكتور بطنه متخصص يفضل ذلك، ويقرر لها ان حضرتك عندك سكر بعد الشهر ان شاء الله ما يطلعش كده، او لو كان عندك سكر يبقى عرفنا ان عندك سكر. تمام. لو هتحمل ان شاء الله يبقى لازم نطمئن اننا السكر في الدم مظبوط من قبل الحمل. جميل. ويبقى في متابعه لصيقه جدا في بدايه الحمل واثناء الحمل بالكامل. جميل. ليه؟ لان وجود السكر قبل الحمل او اكتسابه اللي هو سكر الحمل نفسه اثناء الحمل بيأثر سلبا على حاجتين، واحد بيزود قابليه حدوث اجهاض. طيب انا اسف جدا، نقطه السكر هنكملها بعد استاذه مروه لان أوكي. انا مش عايزها تستنى كتير. شوف. استاذه مروه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا فندم. ممكن اكلم الدكتور محمد؟ اتفضلي يا فندم. الدكتور محمد مع حضرتك. اهلا يا مروه. اهلا بحضرتك. حضرتك انا مرات اخويا كانت عامله استئصال لكيس دموي على المبيض. ماشي. هما كانوا اثنين، واحد انفجر وواحد استأصلوه ونظفوا مكان الانفجار. طب هي مرات اخوكي فين؟ انت بتتكلمي بخصوصها ليه؟ خدت منشطات بعدها على طول، المهم ما حصلش حمل. تمام ماشي. راحت لدكتور تاني قال لها في بطانه رحم، عمل لها سونار مهبلي عادي. قال لها في بطانه رحم
وفي كيس تاني عم يبيض وانت ما ينفعش معاك الا الحقن المجهري على طول. فرأي حضرتك ايه يعني؟ طبعا المعلومات احنا متعكنين شويه الصراحه بسبب الموضوع ده، يا ريت حضرتك. والله انا تعكنت انا كمان عشان هو بس يا مدام مروه، استاذه مروه، هو كان الدكتور كان عايز طبعا مرات اخوكي هي اللي عشان بس هي ايه هتفيده بمعلومات الا لو كنت انت حافظه. خطوه خطوه لو حضرتك خطوه خطوه. اسالي بقى، جاوب على اسئله الدكتور محمد. اسالك كان انت مرات اخوكي. اوكي، يعني سنها كم سنه يا مروه؟ 27. سبق ليها الحمل قبل كده؟ معلش اعذريني يمكن في وسط الكلام انت قلتيها بس انا وقعت مني، يعني حملت قبل كده ولا ما حملتش قبل كده؟ لا ما حملتش خالص. هي بقى لها سنه بالظبط متجوزه. تمام، متجوزه بقى لها سنه. وكان في كيسين على المبيض دمويين، واحد انفجر والتاني لما اتفتح اتعملت العمليه وجد الكيس التاني وتم استئصاله كده صح؟ اه شايله يعني. تمام تمام ماشي اوكي. قبل القصه دي اول الزواج كانت الدوره عندها منتظمه؟ عندك فكره دورتها منتظمه ولا لا؟ هي دورتها منتظمه جدا. ودلوقتي منتظمه بعد الموضوع دلوقتي. لغايه دلوقتي منتظمه، يعني بعد استئصال الكيسين اللي كانوا على المبيض دولت دلوقتي الدوره منتظمه. يعني ممكن تيجي لها على 30 يوم على 28 يوم مره كده يعني. تمام. انما بتيجي كل شهر. كويس. ماشي كويس، كل شهر ده شيء طبيعي جدا. يعني عملت اشعه بالصبغه يا مروه ولا ما تعرفيش؟ ما عملتش. لا انا عارفه بس هي ما عملتش اي اجراء يا دكتور، هو مجرد المنشطات. وان الدكتور ده قال لها على طول بالسونار المهبلي كده انت عندك كذا بطانه رحم وهكذا. طب عشان خاطر يا مروه، عشان خاطر انا يعني خد بس الكلمتين دول بعد اذنك، يعني خليها تعمل اشعه بالصبغه وخليها تقيس هرمون البروجسترون في الدم. انت بتقولي بيجيلها الدوره كل 30 يوم مش كده؟ 28 او 30 ولا اكتر ولا اقل؟ لا لا ممكن يعني 28 30. طيب يعني نخليها تقيس البروجسترون في اليوم ال 21 ل 22 ده يعني من اول يوم نزول الطمس، يعني البيريد او الطمس نزل لها النهارده، تعد ده اول يوم، تعد الثاني الثالث الرابع لغايه لما توصل لليوم ال 21 من اول يوم شافت فيه الدوره. ها؟ ماشي. اليوم ال 21 او ال 22 ده تقيس فيه هرمون البروجسترون في الدم. أوكي. هرمون ماشي. البروجسترون وتعمل ماشي. وتعمل اشعه بالصبغه. ماشي يا دكتور، الف شكر. لا عينينا لك. الله يكرمك يا استاذه مروه، زي ما نقلت لنا الموضوع بكل امانه كده تنقلي لها برضه القصه بكل امانه. شكرا ليك يا استاذه مروه، وانا بحييكي ان انت قريبه جدا كده من مرات اخوكي وكانك حاجه غريبه. ربنا يبارك فيكم يا رب. ربنا يديم المعروف. وانت بالنسبه لك خدت 10 على 10 من في نقلك للاسئله، وان شاء الله مرات اخوكي تبقى زي الفل. في اي حاجه حضرتك حابب تضيفها يا دكتور لمرات اخو مدام مروه؟ ايوه. هي طبعا بناء على نتائج الكلام ده، يعني لو البروجسترون طلع في المعدلات الطبيعيه بما ينم او يدل على ان في تبويض منتظم، ولو الاشعه بالصبغه ودي الاهم الحقيقه كمان في النقطه دي طلعت بتظهر ان الانابيب ما فيش فيها انسداد او ما فيش فيها تغير او تحور في شكلها نتيجه للعمليه اللي اتعملت سابقا، لان ده احيانا بيحصل، اذا مفيش ما يمنع الحمل يعني. طبعا بعد التاكد كمان من ان مفيش عامل للزوج. كل المشكله تبقى دكتور المشكله في اللخبطه في التبويض؟ لا، ما دام الدوره عملت وكان في كيسين على المبيض، ممكن يكون حصل التصاقات، والالتصاقات دي ممكن تكون مأثره على الانابيب بالشكل اللي يخليها ما تبقاش قابله لانها تقوم بوظائفها، لان ده تفكير رقم واحد. طبعا الاشعه بالصبغه. طبعا من غير ما نقول اول حاجه لازم نتاكد منها في ظل وجود تاخر الانجاب ما بين زوجين ان الزوج يعمل تحليل سائل المنوي، ده كده قبل الاشعه قبل اي حاجه بالصبغه. اي حد دلوقتي اتنين متجوزين وما حصلش حمل بعد انقضاء زواج ست شهور مش سنه، مش هنستنى لغايه سنه، لازم يتعمل تحليل سائل المنوي. جميل. للزوج للاطمئنان ان مفيش عامل ذكوري يسبب تاخر. طيب استاذن حضرتك يا دكتور نرد على استاذه نوره او مدام نوره، لسه هنعرف. اتفضلي يا فندم. استاذه نوره وطي التلفزيون يا نور. ايوه زي ما الدكتور محمد بيه تفضل. يا ريت نخفض صوت التلفزيون وتكلمينا من التليفون. ماشي. اتفضلي يا فندم. انا عايزه اكلم الدكتور. اتفضلي يا دكتور محمد، سامعك.
اتفضلي يا نور. دكتور انا كنت لي 4 سنين متجوزه وعندي 23 سنة، وعملت شعب الصبغه، وبعديها عملت منظار بطني. منظار ايه معلش؟ منظار بطني. عندي التصاقات في الانبوبه الشمال. وتكيف على المبيض، وعندي البطانه المهاجره. وعندك البطانه المهاجره؟ ايوه. طيب مين اللي قال لك كان عندك البطانه المهاجره؟ انا متابعه مركز طبي. ما تقوليش اسامي بس. وقال لي الدكتور ان عندك البطانه المهاجره. بعد المنظار يعني. بعد المنظار البطني. ايمان مش كده؟ استاذة نور. استاذة نور منورانا يا استاذة نور. الله يكرمك. معلش يا نور، طبعا اللي بتوصفيه في مزيج ما بين حاجات ممكن جدا انها تجتمع مع بعضها، يعني موضوع ان يبقى في تكيسات على المبيضين، وكمان يبقى في معاها انتباز البطانه الرحميه الحوضي او ما يطلق عليه البطانه المهاجره تبسيطا، وارد وممكن جدا فعلا يكون موجود في نفس الحاله. لكن الاهم اللي عمل لك المنظار وقال لك ان عندك البطانه المهاجره، قال لك الانابيب سالكه ولا لا؟ قال الانبوبه الشمال اليمين سليمه 100%. الانبوبه الشمال هي اللي فيها التصاقات، وبيقول لي كانت مسدوده وعملها لي يعني صحيه. عمل لك عمليه تسليك للانبوبه الشمال اللي كان فيها بعض الالتصاقات. تمام. طيب والتبويض عندك او الدوره بتحصل بصوره منتظمه؟ بيجي لك دوره شهريه منتظمه؟ الدوره بالظبط بتجي لي على 25 يوم. على 25 يوم تقعد كام يوم؟ بتقعد 5 ايام اخرها. 5 ايام. طيب عملتي اي تحاليل هرمونات عشان نعرف بس اذا كان في تغيير؟ عملت تحليل كامل. عملتي هرمون البروجسترون، هتفتكري كده ان هو كان طالع بيقول ان انت بيحصل لك تبويض منتظم، او يعني بينوم على ان في تبويض. بيطلع. اسف انقطع الاتصال. بس هي واضح ان هي متفائله، فهو ان شاء الله يقول لها ان التبويض كويس. يا رب خير. هنمشيها كده. هنمشيها كده. وهو للاسف الشديد ناقص حوالي 5 دقائق. الوقت عدى بسرعه طبعا كما هو متوقع. ضيف قوي زي حضرتك، بفضل الله سبحانه وتعالى الدنيا الحلقه تخلص بسرعه قوي. ربنا يخليك. فاحنا عايزين بقى نجاوب بسرعه على استاذه نوره اللي نورتنا، ونجمل حلقتنا بقى. طيب اولا عشان نور ما تزعلش مني، انا غلطت في الاسم بس اللخبطه اعذريني بس. لا لا في شيء. ليله اخره. في اي حاجه. هي الانتباز البطانه الرحميه او ما يطلق عليه البطانه المهاجره، ووجود التكيسات المبيض، حقيقة كل سبب بمعزل عن التاني ممكن يسبب تأخر الإنجاب أو ضعف القدرة الإنجابية. تاني احنا لسه كنا بنقول قبل هذا الكلام، لابد من التأكد من ان الزوج السائل المنوي بتاعه اتعمل له تحليل، وتأكدنا ان مفيش عنده سبب يمنع الحمل، ودي اهم. يعني يا دكتور دي لازم خطوة قبل اي اجراء تعمله الست، حتى ولو حصل حمل قبل كده وانجاب، حتى لو حصل اي حاجه قبل كده، ان من الوارد ان يحصل اي تغير ناتج لدوالي، ناتج لشراهه في التدخين، وده طبعا منتشر للاسف لغايه دلوقتي في مجتمعنا، ناتج لاي حاجه حصلت اثرت على قدره الزوج على. يبقى رقم 1 سائل منوي، رقم 2 تحاليل الست. بالظبط. جميل. حاله نور تحديدا لو نفينا او شلنا من الاعتبار. انا متاسف يا دكتور جدا، مش هنقدر نزعل بس ام يوسف من الغربيه. اتفضلي يا ست ام يوسف، بس سريعا ربنا يبارك لك. ودكتور محمد مع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك يا دكتور، انا كان ميعاد الدوره بتاعي اليومين دول، فهي جت بدري قبل ميعادها 5 ايام. تمام. مش نزلت طبيعي يعني، هي يعني مجرد ان تغيرات يعني في الافرازات، انها الافرازات كانت بنيه، ما نزلتش دوره طبيعيه. طب ترفعي صوتك شويه، ترفعي صوتك شويه بعد اذن حضرتك. ربنا يبارك لك، ارفعي صوتك شويه. ايوه يا دكتور. ايوه يا فندم. ميعاد الدوره بتاعتي كانت اليومين دول. أيوة. على يعني النهارده كان ميعادها المفروض النهارده. كويس. فهي نزلت قبل ميعادها ب5 ايام. ما يجراش حاجه. وبعدين؟ فهي نزلت يعني ما تعتبرش نزلت طبيعي، هي كانت قليله جدا جدا، ومجرد بس مجرد ان لون الافرازات كانت متغيره بنيه. انت بتستعملي، استني بس عليا، انت بتستعملي لولب؟ وبعدين يا دكتور انا لا 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 ام يوسف بتستعملي لولب في وسيله لولب؟ ما بستعملش اي وسائل يا دكتور. طيب ماشي، بس هنطمئن لدي بس الاول. ماشي. وبعدين انا كنت عامله عمليه من فتره في مناخيري،
كنت عامله حاجز انفي وحاجات من دي، وخدت نسبه كورتيزون عاليه. تخصصي خالص، خدت نسبه كورتيزون. كورتيزون تمام ماشي. ممكن يكون هو اللي سبب كده؟ وارد ان الكورتيزون يلخبط شويه، بس يعني امتى حصل الكلام ده؟ العمليه كانت من اسبوعين بالظبط. اسبوعين طيب. وانا كنت واخده الكورتيزون قبل العمليه، وقعدت الاسبوعين دول خدت برضه نسبه كورتيزون عاليه، كنت باخد حبتين الصبح وحبتين بالليل. ماشي. يعني عندك اي شكوى تانية غير ان الدورة اختلفت في اربع ايام وجات قليلة؟ لا ولا حاجة. محتاجة ان انت بس يعني انا يعني انا تفاجأت بيها، ولا مغص ولا اي اعراض دورة جات عندي خالص. تمام. الاعراض اللي انا متعودة عليها. يعني جات وتستنى الدورة اللي جاية وتشوف. نستنى الدورة الجاية ونشوف الدنيا ماشية ازاي. مفيش حاجة تقلق باللي انت بتقوليه. طيب كده زي الفل ام يوسف، ان شاء الله زي الفل، بس تشوفي الدوره الجايه وتبقى تتصلي بينا ان شاء الله قبلها وبعدها واثناءها. ربنا يبارك في حضرتك وشكرا ليك لاتصالك. انا اسف ان انا قطعتك، بس عشان وقت البرنامج خلاص خلص تقريبا. هنلحق ان الدكتور يقول كلمه كده ان شاء الله نجمل بيها القصه بتاعت الجماع اثناء الحمل ان شاء الله. نصيحه كده عامه. النصيحه العامه ان الجماع زي ما وصفناه يعني من اسس الزواج، ومن الطبيعي جدا ان هو يكون موجود. دكتور قالوا لي معانا اربع دقائق. طيب ده 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 نصيب سبحان الله. الست المدام نوره ما كناش جاوبنا عليها، مش هننساها. ست يعني بنت حلال، ربنا يبارك لها ان شاء الله. نكمل نوره. اتفضل نكمل نور، مفيش مشاكل. اتفضل. بالنسبه لنوره، ان احنا عندنا سبب واضح ان في انبوبه فيها التصاقات. جميل. ده لا يعني بالضروره ان هو ده سبب تأخر الحمل، لأن وجود أنبوبة أخرى، الأنبوبة التانية يفترض فيها أنها ما فيهاش نفس المشكلة أو نفس العطب، يعني أن احنا ما عندناش التيوبر فاكتور، أو ما عندناش مشكلة الأنابيب بشكل صريح. أن في تكيسات على المبيض، أغلب الظن الطبيب اللي عمل الجراحة أو عمل المنظار عمل كي لهذه التكيسات. ده روتين، ده ما عنديش شك فيه. يعني ما ينفعش يطلع من المنظار من غير ما يعالج. طبعا أن هو كمان ذكر لها أنها عندها تكيسات على المبيض، يبقى بنسبة اعتقد انها لن تقل عن اكتر من 90% عمل كي للمبيضين. وده الحقيقة انسب اسلوب للتعامل مع تكيسات المبيض. وجود بقى موضوع البطانة المهاجرة، ده موضوع يطول شرحه، وحضرتك طبعا عارف الموضوع ده كبير ودي يعني زوايا كتيرة للدخول فيها والحديث عنها. لكن الحقيقة يعني انتباز البطانة الرحمية أو البطانة المهاجرة على حسب حدتها، يعني لو هي وصلت أنها مقصرة بالفعل هي اللي مسببة موضوع الانسداد في الأنبوبة اليسرى، أغلب الظن أن احنا هيبقى في محاولات في الاول ان احنا نعمل استثاره للمبيض ومتابعه للتبويض، بحيث ان احنا نشوف اذا كان هيحصل حمل بعد التاكد من الانبوبه اليمنى دي انها فعلا اللي موجوده دي سالكه او مفيش فيها اي مشكله. طب دكتور يدينا يعني بصيص او مش بصيص بقى، ان شاء الله امل كبير، قصه ان الانبوبه اليمين كويسه ولا ممكن يكون عشان التكيسات في المبايض؟ لا، ما تكيسات المبايض ما لهاش علاقه بالانبوب. يعني هي كلها مجموعه حاجات بتقلل نسب هتقلل نسب الحمل، وبالذات للاسف البطانه المهاجره وجودها حتى في اقل صورها او في ابسط صورها بتاثر مشكله كتير على احتمالات حدوث الحمل بشكل طبيعي. وغالبا معظم الناس دي بتحتاج اطفال انابيب او حقن مجهري. دي من خلال خبره حضرتك بوجه عام. انما برضو بس لابد من محتاج تقييم الحاله طبعا بشكل دقيق اكتر، بشكل دقيق وتحت فحوصات وتاخد محاولتها. يعني اصل حتى في العالم الغربي وهنا في مصر الكلام ده، الناس اللي عندها ضمير لازم ادي فرصه ان انا اعمل استثاره للمبيض مع بعد ما تكون متاكد ان على الاقل في انبوبه سالكه زائد او ناقص تلقيح صناعي قبل ما اقرر ان انا اعمل اطفال انابيب او حقن مجهري. يعني لكن من الخبره ومن الدراسه ومن الفهم الموضوع البطانه المهاجره تحديدا، للاسف احتمالات حدوث الحمل يعني اقل شويه من المعدلات، بس ان شاء الله خير. يعني الامل في ربنا سبحانه وتعالى موجود دايما. طيب حضرتك بقى دكتور، قدامنا 30 ثانية أقول 10 ثواني في الختمة، فقدام حضرتك 10 ثواني كمان. والله يعني أنا سعيد باللقاء حضرتك. أنا أسعد وأتعشى إن احنا نكون يعني أفادنا الناس. لا ده أنت حضرتك كده دخلت في الختمة، أمال أنا هقول إيه؟ احنا
200 واحد. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. والله يا دكتور انا سعيد جدا بلقاء حضرتك واستفدت فعلا وربنا يبارك فيك يا رب. وان شاء الله هو اول لقاء وان شاء الله ما يكونش الاخير ان شاء الله ابدا. وهنختم ان شاء الله خلاص اهوت. شكرا لكم اعزائي المشاهدين لحسن متابعتكم لينا ويا رب نكون قدرنا نفيد حضراتكم. استنوني ان شاء الله الحلقه اللي جايه في نفس الميعاد. هتوحشوني جدا والله دكتور ياسر شقوير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. للتواصل مع قناة الصحة والجمال الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv.